راديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية بتقدم برنامج نجوم كافيه. ونحن اليوم نعلن رسميا ترشحنا للانتخابات النيابية. تعرف إذا صرت بقلب المجلس قديش فيه يغير بحياة الناس؟ معقول يا قلبها ترشح الانتخابات؟ شو فكرة حالها تغير الدنيا؟ والله لصلاة رح تصب عليها ورح تنجح بالانتخابات. جرب تفهمني إني مش رح أقدر لأني أم أو لأني مرة. نحن مش قده ما فينا العيون ما بنعرف لوين بيوصلوا. الممثلة اللبنانية برنادات حدايب ضيفة برنامج نجوم كافيه ليوم الثلاثة 22 شباط. يا أبو أمل أنا غيرانة من أمل. ليش؟ ليش هي بصر لها عيد ميلاد وأنا لا؟ أنت قلتي لي إنه ما بتعرفي عيد ميلاد، بس أنا صرت أعرف إمتى عيد ميلاد. إمتى؟ طلعي بعيوني التقريب. برنامج نجوم كافيه كل ثلاثة وخميس 11 الصبح بتوقيت لوس أنجلوس، 9 المساء بتوقيت لبنان، مباشرة على الهواء من راديو ستارز إذاعة النجوم اللبنانية. وفيكن تتابعونا لايف على صفحة راديو ستارز على الفيسبوك من خلال تطبيق زوم. البرنامج من إعداد وتقديم الإعلامية ستيسي أفاديكيان أرابيان. تابعونا.